خليني اعرفكم بنفسي الاول. انا اسمي برسوم القنص اسحاق. في الحقيقه انا بقالي فتره في مجال المشوره، تحمست لخدمه المشوره لان انا متجوز بقالي 16 سنه، فاتحمست لخدمه المشوره لان دخلت معهد المشوره انا ومراتي. كنا مقررين، اهلا وسهلا اتفضل، كنا مقررين نشترك في معهد المشوره في المعادي انا ومراتي وواحد صاحبي حبيبي قوي ومراته صاحبه مراتي برضه، فقلنا نروح كده احنا الاربعه كنوع ان احنا يبقى ايه بنتقابل اسبوعيا لان احنا الاثنين مشغولين قوي مش عارفين نتقابل خالص. فروحنا كده فور فان يعني. هو اللي كان اقنعني بالفكره وخلانا ان احنا نروح. يا عم انا ساكن في شبرا ومشوار المعادي بعيد قوي، لكن هو اقنعني لانه هو حد حبيبي جدا يعني. المهم فروحنا بعد شهر شهرين كده، هو ظروفه اتشغلت قوي لان هو طبيب بشري وقرر ان هو مش هيكمل. انا ومراتي كملنا يعني لان كان في سوء تواصل بيننا احنا الاثنين. احنا كنا بنحب بعض جدا، واخدين بعض عن حب احنا الاثنين ومقتنعين ببعض جدا، لكن كنا شايفين اختلافاتنا بوضوح. احنا شخصيتين غير بعض تماما يعني. فاول 3 سنين في جوازنا كان اول 3 سنين في جوازنا كان في اختلافات كتير 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 كانتش ظاهره في وقت الخطوبه يعني، وكنا احبطنا يعني بصراحه. المشوره فرقت معانا جدا، علمتنا ازاي نتواصل مع بعض، وعشان كده اشجعكم تركزوا قوي اللي التواصل ما بينهم صعب ما بينكم، ركزوا قوي على المحاضرات الخاصه بسيكولوجيه الرجل والمراه والتواصل الجيد ما بين الزوجين والمشاجره الناجحه والموضوعات اللي في الاتجاه ده هتبقى مهمه خالص. فرقت معانا جدا، عشان كده انا قررت ان انا اخدم في مجال المشوره يعني. من كتر ما الموضوع عجبني بقى عملت شويه دراسات عليا في الصحه النفسيه، وبقى ده الكارير بتاعي، وعملت شيفت كارير وتخصصت في مجال المشوره، تفرغت بالكامل بقى للقصه يعني. انا سعيد ان انا موجود في وسطكم النهارده، وبجد من كل قلبي بعتبر ان انتوا جيل محظوظ اذا اعتبرت نفسي من الجيل القديم يعني. انا بدات اكتشف ان انا بقيت من الجيل القديم بسبب افيهات الافلام. كل ما ابقى موجود مع مجموعه شباب مقبلين على الارتباط يقولوا حبه كوميكس على الفيسبوك على الجروب الواتساب، الاقي نفسي مش عارف هما بيقولوا ايه، ولا الافيهات بتاعتي انا قديمه قوي. فبدات ادرك ان انا بدات انتمي للجيل القديم خلاص يعني. انا عندي 40 سنه، متزوج من 16 سنه، مراتي اسمها باشمهندسه نانسي، بتخدم معايا برضو في مجال المشورة. عندي بنتين، البنوتة الأولى اسمها جلوريا في تالتة اعدادي، والبنوتة الثانية اسمها لافلي في ستة ابتدائي. أنا كده تقريبا عرفتكم بنفسي، وخلينا نبدأ على طول بقى الموضوع الأولاني بتاعنا. قبل ما نبدأ الموضوع، أنا شايف كل اللي موجودين كابلز، وده هايل جدا. في اتنين مش موجودين، مش معاهم الشريك الاخر. هل انتوا مخطوبين ولا لسه هتتخطبوا؟ مش موجود النهارده. وحضرتك مسافر؟ طيب يرجع بالسلامه. معاناه موضوع السفر ده عشان مش بنعرف نحضر مع بعض، ففرصه حلوه قوي ان كل الخطيبين موجودين مع بعض، والاتنين اللي موجودين بقى الشريك الاخر مش موجود. هنتفق هتعملوا معاه ايه بخصوص المحاضره. خلاص، اول سؤال انا محتاج اساله لكم، هل اتناقشتوا مع بعض في موضوع اداره المال في الجواز لما نتجوز ولا لا؟ في ناس بتقول اه طبعا على طول عشان نفوتها بسهوله. هل اتناقشتوا مع بعض في ده ولا لا؟ محتاجين تفكروا. في ناس بتقول اه، وفي ناس مش مديره اكشنات، يبقى ما اتناقشوش قبل كده غالبا. بصوا، طبيعة الموضوع بتاعنا هيبقى موضوع عملي، لان مش هنتكلم فيه يعني. المحاضرات اللي هنقدمها النهاردة مش هنوعظ فيها، مفيش وعظ، مفيش حتى محاضرات، مفيش مادة علمية هتتقال كتيرة، هي مجرد افكار بسيطة بنحتاج نتناقش ونفكر فيها مع بعض. فانا بحب يكون الموضوع تطبيق. اتعلمت في المشورة كده ان ما افضلش اتكلم كلام، وكلام حلو احنا هناخده غالبا هنسمعه من هنا ونفوته من هنا، ويمكن نتناقش فيه ويمكن ما نتناقش فيه. حابب قوي ان الموضوع يبقى بشكل تطبيقي، عشان كده المحاضرتين اللي هناخدهم النهارده هيبقى معانا الورق فيه اسئله، هنحتاج كل واحد يجاوب على الاسئله دي، وهنتناقش في الاسئله دي مع بعض واحنا موجودين. فهيبقى نص الوقت تقريبا بفكر معاكم، ونص الوقت بنسكت انتوا الاثنين بتفكروا مع بعض، ومجرد ان احنا في المحاضره بنعمل زي جايد للمناقشه ما بينكم عشان نفتح النقط اللي احنا محتاجين نحطها على ترابيزه المناقشه يعني ما بينكم انتوا الاثنين. عشان نستفيد بوقتنا
القصه دي مش بتنفع في الاعداد الكبيره، فانا مبسوط ان عددنا قليل، يعني احنا تقريبا اراوند ال 15 كابل تقريبا، فده عدد مناسب قوي. الفكره دي عشان تنجح هنحتاج ان احنا وقت، يعني هندي وقت للمناقشه، نسال سؤال ونسيبكم تتناقشوا فيه مع بعض. هنحتاج وانس ان احنا نكمل كلامنا هنحتاج نعمل ستوب للمناقشات، خلاص؟ هنفتح موضوعات ممكن تبقى حاميه ممكن تبقى مش حاميه حسب بقى كل الاثنين مشاكلهم مع بعض وصلت لفين، لكن المهم يهمنا في القصه ان وقت ما نوقف مناقشات فرديه خلاص نبدا نتكلم كلنا مع بعض تاني، اوكي؟ ده الشرط الوحيد او ده المبدا الوحيد اللي هينجح وقتنا مع بعض عشان نستفيد بيه بشكل لطيف مع بعض. اول سؤال هتلاقوه في الورقه عندكم، كل واحد يكتب في الورقه بتاعته، يعني هل من وجهة نظرك انت شايف ان مهم للخطيبين ان هم يتناقشوا مع بعض ويتفقوا على طريقة ادارة المال في البيت ولا لا؟ اكتب اجابتك. ده اول سؤال مع بعض، يلا معاكم دقيقة كده فكروا، هل مهم ان انتوا تتناقشوا في ده ولا لا؟ كل اتنين يفكروا مع بعض. ممكن الاتنين اللي موجودين بدون الطرف الاخر، ممكن لو هم متاح تتواصلوا معهم على الواتساب وتكتبوا لهم الأسئلة، ممكن تصوروا الورقة اللي معاكم وابعتوها لهم وقولهم خليكم معانا واحنا هنكتب لبعض نتناقش أثناء، يعني خليكم معهم أونلاين. في ناس خدت الفكرة ما احنا الجد هاي. فاضل نص دقيقة وهننقل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هو تنويه مش سؤال، يعني لو كنتوا اتناقشتوا فعليا قبل كده في موضوع إدارة المال في الأسرة ومين اللي هيمسك الميزانية بتاعت البيت ومين اللي هيبقى صاحب القرارات مين اللي مش فارقة معاه وهكذا، يبقى هايل. يبقى انتوا محتاجين لو انتوا كنتوا اتناقشتوا قبل كده مع بعض، خلونا نسمع، اتفقنا هنسمع بعض. يبقى احنا محتاجين نكتشف دلوقتي في السيشن بتاعنا الاولاني ده ايه الجوانب الجديده اللي ممكن نكون ما تناقشناش فيها قبل كده، ونبدا برضو هنحطها على ترابيزه المناقشه بيننا وبين بعض عشان نتناقش فيها. يعني في ناس ممكن تكون فعلا اتناقشوا في بعض الامور الماليه هيمشوا ازاي في الجواز، فا اوكي خليك معانا برضو اكتشف، يمكن تكون في نقط انت ما خدتش بالك منها قبل كده. لو انتوا بقى لسه ما اتناقشتوش لغايه دلوقتي في الموضوع مع بعض، في سؤال مهم قوي وده هديلكم فيه 3 4 دقائق. عايز كل واحد يكتب في ورقته، يعني ما تتناقشوش فيه دلوقتي معلش، كل واحد يكتب بشكل خاص. تفتكر ليه ما فتحتش الموضوع ده للمناقشه مع شريكك؟ ايه الافكار اللي جت في دماغك خليتك تتعطل او تتكسف او تخاف او تقلق انك تفتح الموضوع ده؟ ده سؤال خاص كل واحد يجاوبه في ورقته لوحده. فاهمين السؤال؟ وممكن تكونوا اتناقشتوا مع بعض في ده قبل كده لكن ما جاتش الفرصة انكم تفتحوا برضو اسئلة كتير، او لسه في اسئلة في ذهنك او في ذهنه ما اتكلمتوش فيها برضو. ايه الافكار اللي معطلاك؟ ايه الافكار اللي معطلاكي؟ الخطوة اللي جاية هو ان انتوا توروا الورق بتاعكم لبعض، يعني كل واحد يشوف التاني كان ايه اللي معطله ان هو يتكلم بحرية في القصة دي. وصلت الفكرة؟ اللي سمعني يرفع ايده. هاي في ناس مش سمعاني. الخطوة اللي جاية كل واحد يوري اجابة السؤال بتاعه للتاني بحيث ان يبقى في نوع من المكاشفة والمصارحة. انا ليه كسفت فتحك في الموضوع؟ انا ليه ما جاش في بالي ان انا اتكلم معاكي في موضوع ادارة الفلوس في البيت؟ محتاجين بقى تشوفوا الورق بتاع بعض وتتناقشوا مع بعض. معانا 3 دقايق تاني. حد محتاج وقت تاني للمناقشة في النقطة دي؟ اللي محتاجين وقت اضافي في النقطة دي يرفعوا ايديهم. هنعمل ستوب للمناقشة. سامحوني. وهنركز مع بعض دقيقتين وهنرجع هنتناقش تاني في حاجات تانية، بس خلونا نركز مع بعض ثواني. الناس اللي لسه داخلة جديد، احنا اتفقنا بس ان المحاضرة واخدة شكل تطبيقي شوية، فهنبقى بنحتاج نعمل مناقشات زوجية ما بينكم كتير. اهلا وسهلا. فهنحتاج نبقى باول ما بنشد اللجان نسكت كلنا ونسمع بعض وبعد كده نرجع نتناقش بشكل زوجي تاني. بصوا قبل ما نبدأ انا محتاج انوه على 3 نقط مهمين خالص. يعني نمرة 1، احنا مش بنتكلم عن موضوع عادي، احنا بنتكلم عن المال،
والمال اتقال عنه في الكتاب المقدس كده زي ما انتوا قلتوا اصل كل الشرور. والمال السيد المسيح قال عنه كده بشكل واضح يعني ان ده اله، اله اخر. وكلمة اله يعني يعبد، وكلمة اله يعبد معناه ان ممكن يبقى بينافس على وجود ربنا في حياتنا. فاحنا مش بنتكلم في موضوع بسيط او موضوع نستهون بالمناقشة المهمة اللي محتاجين كل اتنين يتناقشوا فيها عن الموضوع ده مع بعض. النقطة الثانية، الشاب الغني لما راح سأل السيد المسيح وقال له ايه اهم وصية، السيد المسيح كان عارف محبته للمال وراح قال له لو عايز تتبعني بيع كل مالك وتعال، عشان كان عارف ان في منافسة شديدة على قلبه ما بين الله وما بين المال. ساعتها الشاب الغني مضى حزينا لان كان المال كان مهم عنده جدا جدا. طبعا السيد المسيح ما يقصدش هنا ان كل واحد يبيع فلوسه ويروح يترهبن زي الانبا انطونيوس انبا بولا خالص، بس هو كان بيلفت نظره لأهمية المال عنده شكلها قد ايه. النقطة الثالثة، كنيستنا ورتنا واحنا محظوظين كمان ان في الجيل بتاعنا يمكن الميديا والاعلام والقنوات الفضائية المسيحية ورتنا امثلة كتيرة لناس اعتقد يعني بدون ذكر اسماء كلنا نعرف منهم، ناس مسيحيين معاصرين عايشين في عصرنا الحالي مقدمين حياتهم للمسيح واموالهم للمسيح. ينفع حد منكم يدي مثال؟ ممكن كل واحد يقول اسماء كده من الناس اللي عايشة في وسطنا وفعلا بتقدم خير بطريقة غير طبيعية وهم اغنياء. قولوا اسماء. مجدي يعقوب، ثروت باسيلي، ابراهيم الجوهري في العصر اللي فات قبلنا على طول. مين كمان؟ ده في ناس كتيرة. ها؟ مين؟ ميشيل بخوم، انا معرفوش بس واضح انه معروف. تبع اخوان مقار، هايل، ناس بتعمل خير برضو وفي نفس الوقت اغنياء جدا، ربنا مباركهم جدا. طبعا احنا بنذكر اسمائهم علشان نتمثل بيهم، يعني لما يبقى حد فينا ربنا يكرمه ويباركه ماديا يبقى بيتعلم من الناس دي. لكن طبعا بقول ده ليه؟ لان السيد المسيح قال تحذير رهيب يعني بخصوص محبة المال. قال ايه؟ انتوا قولوا. لا يقدر غني ان يدخل ملكوت السماوات، او دخول جمل من ثقب ابرة اسهل او ايسر من دخول غني لملكوت السماوات. ولكن مع ذلك كنيستنا موريانا امثلة كتير سواء في تاريخ الكنيسة زي مثلا ابراهيم الجوهري او في العصر اللي احنا عايشين فيه، شايفين ناس كتيرة بنعمة ربنا هيدخلوا ملكوت السماوات. وشايف ناس برضو، كان في واحدة من عيلة غبور عاملة برضو مبادرات اجتماعية هايلة جدا اسمها ايه؟ علا غبور. وفي ده حقيقي. وفي برضو انا اسمع برضو ان عيلة ساويروس عاملة شغل في تنمية المجتمع بشكل عام كبير جدا جدا جدا، وعاملين يعني خدمة في المجتمع حلوة خالص. اخر نقطة هنقولها ونبدأ الجزء العملي. المال هو وكالة. يعني ايه كلمة وكالة؟ ها؟ وزنة. يعني ايه وزنة برضو؟ حد يوضح لي يعني ايه كلمة وكالة او يعني ايه وزنة؟ يعني انا مسؤول عنها لكنها مش بتاعتي للاخر. ما هو كلمة وكالة دي يعني وكيل، وكيل عن الله عمل الارض لو بدأناها من البداية كده، وعملها لآدم عشان يستمتع فيها. والله يعني الارض بتاعته هو، وهو اللي عملها وصنعت ايده، لكن في نفس الوقت جاب ادم وقال له ادم الارض دي كلها بتاعتك، استمتع بيها زي ما انت عايز. المفروض ان ادم وهو بيشتغل في الارض دي وبيستمتع في كل حاجة فيها وهو على اتصال جيد بالله، المفروض ان هو يبقى بيستأذن ربنا في اي حاجة هيعملها قبل ما يعملها، لان الحاجة دي بتاعت مين اصلا؟ بتاعت ربنا. فاذا كنا دلوقتي الوضع اتغير بقى، ما بقيناش ايه زي ادم وحواء في الجنة وعندنا الارض كلها نعمل فيه اللي احنا عايزينه، بقى كل واحد واخد حتة صغيرة من الارض غالبا بقيمة المال اللي يملكه. فاصبح الوكالة بقت متقسمة، وفي الحقيقة هي مش متقسمة بالعدل طبعا، متقسمة بطريقة ظالمة جدا، وعشان كده في ناس اغنياء وفي ناس فقراء. لكن مش ده الوضع اللي الله كان عامله، ومش ده الوضع بتاع كنيسة العهد الجديد اللي اول ما بدأت. فاكرين كنيسة الرسل اول ما بدأت عملوا ايه؟ كانوا بيتشاركوا كل حاجة مع بعض، كان كل الناس تجيب كل اللي عندها تقدمه تحت رجلين الرسل، والرسل يوزعوا بحسب الاحتياج لكل اللي موجودين. واو،
وكأن ده الشكل اللي الله كان عايزه من بداية الخليقة لما كان آدم موجود. ولأن كنيسة العهد الجديد لما بدأت ملهاش سلطة على الكرة الأرضية كلها، فبدأت بنفسها. وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في خدمات الكنائس، ان كل حد ربنا مباركه، وكل حد حتى اللي دخله قليل بيجيب العشور بتاعته بيحطها في الكنيسة، والمفروض اللي ربنا مباركه جدا يحط اكتر من العشور علشان نوع من التوزيع العادل على كل الناس اللي محتاجين. ما يبقاش الموضوع في واحد عمال بيغنى، واحد عمال بيزداد فقر وهكذا. فاحنا محتاجين نبص بس لفكرة الفلوس دي، مهم، مبدأ مهم خالص. لما تلاقوا نفسكم اختلفتوا في موضوع المال، خلينا نرجع للمبدأ ده، احنا بنتعامل مع المال ازاي؟ هل شايفينه اله ولا شايفينه مجرد وسيلة نستمتع بيها بالحاجات اللي ربنا مديها لنا؟ اتنين، هل المال واخد مكان في قلوبنا كبير وعشان كده بدأنا نتخانق عليه، ولا الموضوع بنختلف لمجرد سوء وجهات نظر وسوء تواصل مع بعض؟ نمرة ثلاثة، هل المال احنا بنتعامل معاه على انه وكالة، حاجة مش بتاعتنا والله فرحنا وباركنا بيها، فتعالوا نفكر نشوف نستأذن ربنا في كل فكرة هنعملها في حكاية الفلوس، هنصرف ازاي، هل الصرف في البند ده محبز ولا لا، اولوية ولا مش اولوية؟ محتاجين نبص للموضوع من وجهة النظر دي. اعتقد دي لوحدها النقطة الاخيرة دي ممكن تحل مشاكل كتير ما بيننا. طبعا في مشكلة ان الفلوس بتطير بسرعة، وعشان كده محتاجين نقعد نتفق عليها نعمل فيها ايه قبل ما تطير يعني. نقطة تانية، ان الفلوس لما بتكون قليلة او لما بتكون كتيرة وعليها تنازع من صاحب القرار، بتبقى يعني دايما الظروف المادية من ضمن الاسباب الشهيرة يعني للاختلافات في الاسر. في ثلاث حاجات في الاسر مشهورين جدا دايما الازواج بيتخانقوا عليهم، المال، الاهل، الجنس. دي الثلاث افرع رئيسية، يا اما خناقات بسبب الفلوس سواء كترتها او قلتها او مين صاحب القرار فيها، يا اما خناقات بسبب العلاقات مع الاهالي، اهل الزوج او اهل الزوجة ومفيش حدود صحية في التعاملات، يا اما بسبب العلاقة الحميمة بين الزوجين متعطلة بشكل ما لسبب ما، مش هتبحر في الاسباب طبعا، لكن بشاور على الثلاث اسباب رئيسية. فيعتبر المال في 35% من الاسر بيحصل بينهم مشاكل بسبب قصة المال، او 35% من الاسر اللي بتختلف يعتبر ثلثهم بسبب قصة سوء الادارة المالية او عدم الاتفاق عليها. واحنا كمجتمع مصري نقدر نضيف سبب رابع، هو سبب عام بقى، سوء التواصل. يعني لو في اتنين مش بيعرفوا يتواصلوا مع بعض ويتفهموا مع بعض ويتناقشوا مع بعض، اللي هي لغة الحوار يعني، لو ده مش موجود غالبا هيختلفوا في التلاتة، في المال والاهل والجنس وكل حاجة بقى، واخدين بالكم؟ فالسبب الرابع ده سبب عام بيصب على المشاكل كلها. فعموما احنا قصة المال محتاجين نتفق فيها من دلوقتي ونحط رولز هنتعامل فيها مع بعض، لان ده هيفرق قوي في التوازن النفسي ليكم انتوا الاتنين في حياتكم مع بعض بشكل فردي وبشكل زوجي واحنا عايشين مع بعض. تعال نبص على السؤال اللي جاي، وده سؤال مهم هسيبكم تفكروا فيه لمدة 5 دقايق. كل واحد يكتب في ورقته وبعدها هنبدأ نتناقش مع بعض. اكتب من وجهة نظرك ايه هي اكبر الاسباب اللي ممكن تسبب خلافات مالية ما بينكم بعد الجواز؟ تفتكر ايه الاسباب اللي ممكن تخلينا نختلف؟ اكتب، حاولوا تاخدوا وقت برايفت الاول لكل واحد اكتب الاسباب معلش، وبعد كده اتناقشوا، فضي اللي في دماغك على الورق. يعني يمكن يكون ما فيش فرصة في الخطوبة، الناس اللي قربت تتجوز، عايز اقول فرصة حلوة ان احنا بنفتح موضوع مهم، فخلينا معلش خلينا نتابع تعليمات السيشن بتاعنا، تعليمات التدريب. بصوا دلوقتي اكتب بشكل فرد، اكتبي بشكل فرد، خليكي صريحة قوي، خليك صريح قوي. اعتقد يا جماعة احنا مش واخدين بعض عشان نفضل نخبي على بعض حاجات، احنا محتاجين نفتح، محتاجين نتكلم. ممكن اقول لكم على حاجة وبعدين نكمل. بصوا في مبدأ اسمه مبدأ التعارية النفسية. المفروض اي اتنين زي ما بنقول في الانجيل بتاع، خلونا نسمع بعض ثواني ونرجع نتناقش تاني، نسمع بعض ثواني عشان الموضوع ده مهم قوي يا جماعه. في الانجيل بتاع القداس بتاع الاكليل بيتقال كده، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان ايه،
جسدا واحدا. اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد. جميل جدا. ده معناه ان في الجواز المفروض يحصل اتحاد كامل ما بين الزوجين. الاتحاد ده المفروض بيحصل على المستوى الجسدي والمستوى النفسي والمستوى الروحي. خلاص كل الازواج وهما متجوزين بيتبعوا الاتحاد الاولاني اللي هو ايه؟ الاتحاد الجسدي. وعشان يحصل اتحاد جسدي بيحصل تعرية جسدية. سوري في الكلمة اللي انا بستخدمها بس عايزكم تفهموا نقطة مهمة في التعرية النفسية هنجيلها دلوقتي. لو بالنسبة للتعرية الجسدية لو في حد مكسوف قوي هيفضل عائق في التواصل الجسدي لغاية ما ياخد على الطرف الثاني وينفتح عليه ويثق في نفسه ويثق بالأمان ويحس بالأمان مع الشريك الآخر، وبالتالي يحصل تعرية جسدية من أجل الاتحاد والاتصال الجسدي. أوكي؟ نيجي بقى للتعرية النفسية. في ناس بيبقوا متجوزين بيوصلوا للتعرية النفسية وفي ناس ما بيوصلوا لهاش، بيفضلوا متغطيين نفسيا مش عايزين يتعروا نفسيا امام بعض مع انهم تعروا جسديا. اللي مش بيتعروا نفسيا امام بعض بيحصل بينهم مشاكل كتيرة قوي لان ما بيبقاش اتحاد كامل. فكل الازواج بينجحوا في النهاية في التعري الجسدي، لكن في ازواج كتيرة جدا وفي جوازات كتيرة جدا عدم نجاحها في التعرية النفسية يخليهم ينفصلوا عن بعض ويبعدوا عن بعض. يعني ايه بقى عدم التعرية النفسية؟ يعني مغطي نفسي، يعني عندي حاجات ما بقولهاش للتاني، يعني افكاري بخاف اقولها لحسن يزعل او تزعل، مناسب اللي انا هقوله ده انه يتقال؟ لا بلاش، خليه جوايا احسن، لحسن ياخد فكرة وحشة عني، لحسن هي تاخد فكرة وحشة عني. هنا احنا عمالين بنتغطى بنتغطى بنتغطى. خلينا ندخل على مرحلة الخطوبة بقى. نجحنا في الخطوبة ان احنا نتعرى نفسيا بالكامل ينجح جوازنا جدا جدا ويعرفنا بعض كويس جدا جدا، يخلينا نحكم على قرار ارتباطنا ببعض كويس جدا 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 قبل ما نلبس الدبل بقى في الشمال ونتدبس التدبيسة الكبيرة. للأسف احنا بقى كمصريين هسمعك، واحنا متجوزين زي ما قلت بنتعرى جسديا لكن مش كلنا بنتعرى نفسيا. تعال بقى في فترة الخطوبة كلنا بنسعى للتعري الجسدي ونسعى لعدم التعري النفسي. وصلت؟ فخلونا مركزين دلوقتي في التعرية النفسية، والتعرية الجسدية جاية جاية بعد كده بعد الجواز. فخلونا نبقى اللي احنا بنعمله دلوقتي ان كل واحد بقى يكتب في الورقة بتاعته أفكاره الحقيقية. يبقى هو هنا بيرتضي انه يعري نفسه نفسيا، بيحط كل افكاره قدامه وقدام شريك حياته عشان نتناقش فيها مع بعض. ده ينجح التواصل ما بينكم جدا، ولو ده تسبب في مشاكل كبرت يبقى احنا ما كانش مناسب ان احنا نكمل مع بعض. ربنا يكمل لكم طبعا كلكم بسلام، بس انا بحط المبادئ الصحيحة قدامنا. اتفضل في سؤال. دلوقتي لو انا مثلا انا واحد بفكر كتير او انا مثلا ليه حسابات خاصة كمادية، تمام، حسابات مثلا شغل ومعارف. هو بيقول لو انا دلوقتي واحد من النوع اللي بفكر كتير وليا حسابات كتير في دماغي عن الشغل وعن جوانب معينة في الحياة بالظبط كده، فانا هل دي يعني دي هتبقى عائق برضو في التعري النفسي؟ مش هتبقى عائق لو انت بتكشف دايما افكارك لشريكة حياتك، مش عائق. ما هو كلنا بنفكر كتير، ما فيش حد ما بيفكرش، ده المخ من الدراسات بتقول كده ان المخ لا يستطيع التوقف عن التفكير اصلا، فكلنا بنفكر حتى واحنا نايمين. اللا شعور الشعور واقف واللا شعور شغال، العقل الواعي نايم وحاصل له خمول لكن العقل الباطن بيفضل شغال، فمفيش حد بيبطل تفكير. لكن النجاح في حياتنا الزوجية فيما بعد ان احنا دايما افكارنا تبقى مع بعض، وإلا اللي ما بيعملش كده بيدخلوا مع بعض في حالة الخرس الزوجي بقى، لو كل واحد جواه افكار وعنده مشاعر والتاني ولا دريان بيه ولا حاسس بيه، ببساطه لان انا مش بعلنها له. فدايما الرجاله ساعات بيبقوا ميالين للدخول في الحته دي، والست تبقى بتحاول تستنتج تحاول تستنتج، وعشان تحاول تستنتج كتير تفضل تلاحقه باسئله فهو يزهق. انت زنانه ايه؟ طب ما تقول انت، ما تخليك كتاب مفتوح زي ما بيقولوا ويعلن كل افكارك، ليه تخليها هي عماله بتحوم حواليك عايزه تجيب الفكره اللي انت بتفكر فيها؟ انتوا فاهمين قصدي؟ وفي العكس، في برضو بنات مش متعودين ان هم يطلعوا افكارهم. فلو سمحت خلينا نبدا التعري النفسي بالكامل من اول المحاضره دي. انا بس كنت بقول الجزئيه دي عشان اشجعكم تتناقشوا بانفتاح اكتر. اخر سؤال ونكمل.
اتحاد جسدي ونفسي وروحي. ما هو الانسان كده جسد ونفس وروح، وهي كمان جسد ونفس وروح، فلما بنلتقي ببعض لازم بنتحد على ثلاث مستويات. الاتصال الروحي اللي بيبقى فيه الروح القدس بيوحد ما بيننا فعلا، وده جزء من الكيان الروحي الكيان الانساني بتاعنا. يلا اتناقشوا بقى، كل واحد يكتب، هنديكم دقيقه كمان، كل واحد يكتب الاسباب اللي شايفها ممكن تسبب خلافات مع شريك حياتك، وابداوا بعدها وروا الورق لبعض واتناقشوا فيه مع بعض. معانا 5 دقائق كده في الحته دي لانها مهمه. طيب انا حابب اسمع منكم مجموعه اسباب قبل ما نبدا نشرحها مع بعض. خلونا نحول دلوقتي بقى المناقشه لشكل جماعي. يلا نعمل ستوب. اتفضل. تمام، في حد هيقول لنا هو السبب الوحيد؟ لو حد من الطرفين نسمع بعض بقى، خلاص دلوقتي وقت المناقشه بتاعه الكابلز خلصت، هنبدا نتناقش بقى بشكل جماعي كلنا مع بعض. خلونا نسمع بعض بقى. اوكي، هتلاقي بعض النقط اللي انتوا فكرتوا فيها مع بعض ليها اجابات في الحاجات اللي بتتقال دلوقتي. خلونا نفكر كده بشكل جماعي بقى. اتفضل. وقت مش سامح ان احنا نعمل حاجه معينه، حد الطرفين هو يعمل حاجه معينه والوقت او الماده مش سامحه ان احنا نعمل حاجه. اوكي، لو في حد عايز يصرف في بند معين والفلوس او الميزانيه بتاعتنا مش سامحه للمصاريف في البند ده دلوقتي، ولو اصر بقى عليها، يعني اختلاف الاولويات، اولوياتنا في الصرف، يعني ده احد اهم الاسباب من وجهه نظر. اوكي، ناخد سبب تاني، حد يشاركنا بسبب تاني؟ اتفضل. ترتيب الاولويات. ترتيب الاولويات. خلونا نسمع بعض عشان ما نكررش بقى، احنا لسه قايلينها. خلاص ركزوا بقى، محدش يقول ترتيب الاولويات تاني. اتفضلي. اسمعنا، انتوا بتتكلموا مع بعض كتير وانا مبسوط بده، بس لما نوقف نوقف. ما انتوا اتناقشتوا خلاص. طب ماشي، اتفضلي نسمع. لما يكون في فرديه في اتخاذ القرارات، يعني في حد من الطرفين بيتصرف من نفسه من غير ما يرجع للتاني، خصوصا لو كان دخل الاسره اصلا محدود. يعني خصوصا لو احنا دخلنا اساسا محدود. يا جماعه نسمع بعض، خلاص خلاص اتفقنا. ان يعني بيحط الحمل كله على طرف من الطرفين. اوكي، مثلا حد ساب انه يسيب شغله فجاه مثلا، او ساب ان هو لوحده من غير ما ياخد راي الطرف الثاني، ولو هما الاثنين مثلا بيشتغلوا ومساهمين في دخل الاسره مع بعض، فده هيعمل دروب كبير مره واحده. ماشي، ايه الاسباب الثانيه؟ اتفضلوا. انا بتمنى ان كل قابل يعلموا على سبب هما شايفينه اساسي ويشاركونا بيه دلوقتي. اتفضل. ضغط من اي شريكين من الاثنين على الثاني، حد بيضغط، انا ممكن اطلب حاجه مش قادرتي، او حد بيضغط في المصاريف او بيضغط في الطلبات، وده مش في مقدرة الطرف التاني ان هو يستجيب ليه، خصوصا لو كان مثلا الزوج بس هو اللي صاحب الدخل والزوجة مش بتقدم دخل، وهي ليها طلبات مثلا عالية مش متناسبة مع مقدرة الزوج، فده بيخليه يبقى مضغوط جدا جدا وممكن يسبب مشاكل ما بينهم. تمام، هسمعك. غير الضغط كمان لو الزوج بس هو اللي بيصرف ويحس ان هو المتحكم، انا اللي بجيب الفلوس فانا كمان هو اللي يمشي. احد الاسباب لما يكون في طرف هو صاحب الدخل الوحيد، غالبا لو الزوج مثلا، ويبدا يسيطر على طريقه على القرارات الماليه، يعني لان هو صاحب الدخل، فهنا دي تعمل طبعا مشاكل كبير. ماشي، ايه كمان؟ اتفضل. هسمعك. شاركينا بس انا ماشي بالترتيب اللي رفعوا ايديهم بس في النقطه دي. طب اتفضلي، هرجع لك تاني. ده حقيقي. لو في رجاله كتير ممكن تقعد في البيت بزرق الظروف، يعني لو فضلت حبه كتير في الموقف ده في الاخر هتيجي وهتنفجر. ممكن برضه يعني لو الراجل برضه حاسس ان الدنيا صعبه ومحتاج حد يساعده وكده، تمام، يعني الدنيا مش بالانس، برضه حاسه ان هي هنا وهنا، مش راجل بس مش ست بس. تمام، ممكن يكون مثلا ساعات يبقى دخل الزوجه اعلى من دخل الزوج،
وبرضه تبدا تاخد مثلا هي تدي لنفسها الحق بقى في اتخاذ القرارات، او ان هي تبدا تنفرد بالقرارات اللي بتاعه الفلوس لان هي دخلها اعلى، او العكس، او لما يكون حد مثلا ساب الشغل والطرف الثاني هو اللي دلوقتي بقى بيصرف فيبدا صوته يعلى في اتخاذ القرارات بناء على فكره ان هو بيصرف. دي كلها فعلا اسباب حقيقيه. اتفضل. دي اهم نقطه بولس. انا عرفت انت ليه مشهور في المنطقه عشان انت بتجيب من الاخر. دي اهم نقطه بقى. لاحظوا كده كل الاسباب اللي قلناها اللي فاتت في منها كتير يدخل تحت النقطه دي، ان مفيش شفافيه، ان في حد مخبي على التاني دخله. يعني حد منكم قال ممكن يبقى في طرف بيضغط على الطرف التاني والتاني مش في مقدرته يجيب. امتى مثلا الزوجة تضغط على الزوج في الامور المالية؟ لما تبقى مش عارفة اوله من اخره، فتقول لك ايه، طب اطلب طلبات زيادة اشوفه معاه ولا لا. واخدين بالكو؟ وتجيب له الضغط العصبي وهو يبقى حاسس بقى بقلة القيمة انه مش عارف يجيب لها اللي هي بتتمناه، وهي ممكن تبقى مطالبة حاجة هي مش عايزاها اصلا، بس هي بتسأل سؤال عايزة تعرف هو امكانياته ايه. ده بسبب ايه؟ النقطة اللي بولس قالها، اللي هو فكرة ان في طرف مخبي على التاني، فالطرف التاني مش فاهم هو ده معاه ولا معهوش، فكل واحد يبدأ يتوقع حاجات ويطلب حاجات سواء محتاجها او مش محتاجها لمجرد انه عايز يعرف التاني دخله ايه. او انت خلاص انت مش بتعرفني، طب احنا بقى عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، وهات بقى اصرف. طيب ايه كمان؟ في اسباب تانية احنا ما قلناهاش. اتفضل. البخل، لما يكون في طرف بخيل. وطبعا في فرق ما بين الشخص البخيل والشخص اللي عنده حسن تدبير او بيعرف يقتصد، يعني دي مختلفة عن البخل، لازم نبقى منفرق ما بين الاثنين. اتفضل انت. هو في نقطة بس، في كابلز لسه ما شاركوناش، عايزين مشاركاتكم كلها. اتفضل. هي مش مشكلة قد ما هي يعني كان حاجة انا كنت قريتها على النت، كان هو ناس اجانب يعني بوست اجنبي، هو كان بيتكلم ان انا في فترة من الفترات كنت انا ومراتي احنا الاثنين شغالين، بس هي ما كملتش دراستها ولا ما كملتش دراستها، فجينا قررنا ان انا هكمل دراستي وهي تقعد تخلي بالها من الاولاد وما اعرفش ايه، وبعد كده ندور اتقلب بعد. استنى ثانيه، انتوا سامعينه؟ طب ما لو سكتنا هنسمعه. اتفضل. هو يعني بعد كده رجع، هو اللي بقى قاعد في البيت وبيهتم بالاولاد وهي اللي رجعت اشتغلت. فالثقافه دي اصلا عندنا في مصر مش موجوده، ما ينفعش يبقى في مبدا مثلا لو الراجل حصل له دروب ومش شغال والست تشتغل، مفيش ثقافه ان الست ممكن هي تكون هي المصدر بتاع الدخل في الفتره دي. لا، هو طالما انت الراجل يبقى انت لازم عليك الابن، لازم انت اللي تدخل الدخل بتاع البيت. تمام. الثقافه دي مش موجوده عندنا، اللي مثلا الطرفين بيساووا بعض في الدخل او بيساووا بعض في ان هم بيدخلوا دخل البيت. انا فهمت قصدك. طيب انت فكرتني بنقطه مهمه خالص عايز اسالكم فيها، واللي موافق على المبدا ده يرفع ايده. اوكي. في رجالة بيبقى ربنا مبارك الدخل بتاعه، يعني مرتبه يسمح انه يشيل الاسرة بالكامل، وهو راجل شهم قوي خلاص، فبيجي يتفق معاها ويقول لها بصي انت شغلك الفلوس اللي هتيجي منه حوشيها بالكامل كلها ليك، انا مش عايزك تصرفي خالص من فلوسك على البيت، طالما كده كده انا دخلي كويس وعندي مقدرة ان انا اشيل البيت. هل المبدأ ده صح ولا مش صح؟ اللي موافق على المبدأ ده يرفع ايده. اوكي. لا، هو زي ما انا بقوله كده، مش عايز اضافات كل شويه بولس، مش عشان شكرت فيك خلاص بقى. اتفضل قول التعديل. اللي هو مش ليها هي، يبقى لينا احنا لو احتاجنا حاجه مثلا ساعات يتعمل بالشكل اللطيف ده. المبدا هو ان يجي راجل يبقى دخله يسمح ان هو يشيل الاسره خلاص. لا، بتختلف من واحد لواحد. ما هو حسب برضو كل واحد، ما في واحد بيقبض 1000 جنيه ويكفوه، وفي واحد بيقبض 5000 جنيه ومش مكفينه. مش مهم كام، مش هنتكلم في ارقام. مش هنتكلم في ارقام، كل اسره ليها دخلها، بس احنا بنتكلم في المبدا. ممكن تكون انت حاسس ان دخلك يكفي الاسره وممكن يفيد حبه كمان ونحوش، فانت من نوع من الشهامه وعدم الطمع في دخل مراتك بتقول لها خلي فلوسك معاكي حوشيها، مش هنيجي جنبها خالص، دي بتاعتك انت تصرفي منها. او نحط التعديل بتاع بولس، يلا زي بعض عشان ما تزعلش، نحط الاضافه بتاعه بولس ان ايه، تحويش لينا احنا الاثنين، انا مرتبي هيكفينا بالظبط ومش هنفيد نحوش، فنحوش مرتبك انت ونيجي في ولما نحتاج نبقى نسحب منه. هل المبدا ده صح ولا غلط؟
اللي شايف انه مبدا صحيح يرفع ايده تاني عشان عايز اخد تصويت فعليا يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. احنا عددنا كام قبل؟ يعني 23 لو احنا 6 لا احنا اكتر من 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. يعني تقريبا احنا بنسبه 50% موافقين على المبدا. طيب عايز اسمع من الناس اللي مش موافق. نتناقش مع بعض يا جماعه، نتناقش مع بعض. عايز اسمع من الناس اللي مش موافقه، مش موافقين ليه على المبدا ده، او المبدا ده غلط في ايه؟ في البنوك اختاروا حاجه اسمها ايه؟ حساب مشترك. اوكي، حساب مشترك في البنك باسمنا احنا الاثنين يعني. هايل، انا عامله انا ومراتي على فكره بالظبط كده. باسمنا احنا الاثنين، من حقنا احنا الاثنين نسحب ونعمل قول بس كده. فاي حد عايز يعمل اي حاجه، مش عامل ريستريكت على هولد، مش عامل هولد على مبدا معين، ولا يعمل هولد على 6 سنين. اوكي، ماشي، جميل جدا. اللي مش موافق يقول مش موافق ليه؟ انا كنت شايف المبدا الاولاني ده انا مش شايفه غلط، بس انا مش شايفه اصح حاجه. يعني ليه؟ اصح منه. اولا ده مش فيه مشاركه فعليه كاتنين ازواج، ده ما فيهوش مشاركه ما بين الاثنين في الامور الماليه. ثانيا احنا ممكن نحوش برضو من الباقي من احنا الاثنين. ثانيا الاحلى ان احنا نحوش اللي يتبقى مننا احنا الاثنين. انا شايف الاثنين صح زي ما يعني، بس ده اصح شويه يعني. هو مش غلط، لا مش واحد. الاولاني مش شايفه غلط، تيجي قدامك حبيبي. تمام تمام. حد شايف برضو ان المبدا ده غلط ليه؟ هو ابونا قال في المحاضرات اللي فاتت احنا لازم عندنا مبدا الزبيبه الواحده. تمام، ابونا قال في المحاضرات اللي فاتت ان عندنا مبدا الزكيبه الواحده، القفه المشترك بنحط فيها كل اللي معانا. وبعدين بقى بنشوف الاولويات عامله ازاي واللي فيه بنحوش. جميل جدا، ماشي. ممكن يعني صح حاجتنا واحده اللي احنا ايوه في وقت الفوات في الاوقات حس ان انا لما راح بقى بصرف. ممكن اصرف انت كمان يعني. بالظبط كده، اهو ده عيبه، ده عيبه، ده عيب الفكره دي، ان هيجي في وقت من الاوقات يحس ان هو ايه فلوسه كلها رايحه، ما حوشش حاجه خالص وهي شايله فلوسها بالكامل. ماذا لو اختلفوا بعد مده؟ هتبقى دي فلوس مين؟ ها؟ هتبقى فلوسها هي؟ لان بداناها غلط. خلي بالك كل اللي وافقوا، نسمع بعض، كل اللي وافقوا على المبدا ده او الفكره دي بالذات الرجاله مثلا وافقوا عليها من باب الشهامه. لا بس هي فيها عدم حكمه. لا مش من باب الشهامه، انا في نقطتين بس هي هي برضه. طب هسمعك مين؟ الفكره الاثنين زي بعض، بس هي لا مش زي بعض. يعني هو لو في تفاهم ما بينهم، لو في تفاهم مش هتحصل المشكله اللي حضرتك بتقولها دي، ان دي فلوسها او مش فلوسها. بيجي وقت كده كده بيحصل مشاكل. انا بتكلم في ان احنا متفقين ان هو ده مش هتحصل مشكله بسبب ان دي فلوس مين. ما هو ده اتفاق مش صحيح. انا دلوقتي صرفنا من فلوسي. تمام، وسيبنا فلوسها. هو بولس لما قال ان دي بتاعتنا. تمام صح كده، دي بتاعتنا. ما هو بس ليه برضو طالما دي القفه بتاعتنا اللي احنا بنحوش فيها، ليه يبقى اسمها ان انا بصرف المرتب بتاعي وانت بتحوشي المرتب بتاعك ويبقى بتاعنا احنا الاثنين؟ ليه؟ ساعتها بقى مش هيبقى اسمها انا بصرف المرتب بتاعي. جميل، هيبقى اسمها احنا بنصرف. عشان نضمن كلامك صح، كلامك صح، بس من خبرة المشاكل، عشان نضمن ان ما يبقاش فيه مشكلة في الحتة دي، الأحلى احنا بنحط فلوسنا احنا الاتنين، نشوف هنصرف منهم كام، الباقي بنحوشه، يبقى احنا صرفنا احنا الاتنين وحوشنا احنا الاتنين. هو الاتنين زي بعض مع اختلاف الاتنين زي بعض كعملية، عمليا كأرقام، لكن الاتنين مش زي بعض في الاتجاهات الداخلية. او لو اتفقنا مع بعض انا وهي ان احنا هنصرف من مرتب اكس. تمام، انا فهمت قصدك. اسمك ايه؟ بيتر. ماشي، عشان ما يبقاش بولس بس هو المشهور، يبقى بولس وبيتر. الصوت هنا ممكن بدل ما انا نسمع مينا، بدل ما نخليها ان هي الفلوس تبقى هي، لا هي تحوشها لينا احنا حاجه. ماشي فهمتك. النقطه الثانيه كده، لو انا حاسس ان انا محتاج مرتبي ده شغال على المدى الطويل هيكفي فعلا وكده، اقول لها خلي فلوسي معاكي زينه على جنب. فاهمك يا مينا، بس مش صح.
مش صح، المبدا ده مش صح. طيب تعالوا بصوا هناخد 9 افكار عايزكم تركزوا معانا، هنكررهم كده بسرعه مش هشرح فيهم كتير، سريعا عايزكم واحنا بنتكلم دلوقتي التسع اسباب دول ركز فيهم، لو في نقطه كشفت لك جانب من الجوانب انتم ما كنتوش واخدين بالكم منها اكتبوا رقم النقطه دي عندكم في السطور الفاضيه، وهتاخدوا الورق النظري في الاخر اللي فيه الكلام اللي مكتوب هنا كله هتلاقوا فيه ارقام النقط دي، اكتب النقطه اللي انتم محتاجين تتناقشوا فيها بعد ما تخلصوا المحاضرة. طيب هناخد 9 اسباب، اكتب دلوقتي السبب اللي انت شايف مهم تتناقش فيه مع شريك حياتك بعد المحاضرة. 1، لما يكون فعلا في حد مخبي على التاني حاجة، ده بيخلينا نفقد الثقة في بعض، فاول نقطة هي فقدان الثقة في بعض نتيجة ان في حد عنده سرية في الايرادات او سرية في المصروفات، عنده دخل ما بيقولش عليه او صرف في حاجة وما قالش عليها، احنا مطالبين ان احنا نبقى مشتركين مع بعض في كل حاجة يا جماعة. النقطة الاولى بتقول ان خلي بالك لا يكون في سرية، ساعات ممكن اكون انا معرفها مرتبي كله وهي معرفاني مرتبها كله، بس جات حصل مشاكل ما بيننا في اول سنة جواز، اقوم المكافأة بتاعت اخر السنة ما جيبش سريتها واقول ايه انا مش ضامن بكرة في ايه. لو هي اكتشفت، لو هو اكتشف، هنبدأ نزود الرصيد بتاع عدم الثقة. فمن فضلكم رقم 1 خلي بالك منها، خليك دايما شفاف، خليكي دايما شفافة في كل مليم بيجي وكل مليم بيطلع. النقطة الثانية، السيطرة المالية لصاحب الإيراد الأكبر أو الوحيد، يعني لو الزوجة مش بتشتغل والزوج شغال يبدأ هنا الزوج يدي لنفسه الحق ان انا اللي ليا الكلمة الأولى في المصاريف، هنا هتبدأ المشاكل. لا برضو لو في طرف عنده دخل، لو في طرف عنده دخل والطرف التاني ما عندوش، محتاجين برضو يبقى احنا القرار مشترك في الصرف مع بعض، مش عشان الزوجة مش شغالة يبقى انا اللي ليا الحق في القرارات، كل مليم احنا لينا الحق، لان الفلوس ببساطة بقت بتاعتنا ما بقتش بتاعتي. طب افرض مثلا حد بيقبض اكتر من التاني، برضو عادة ان ساعات الراجل يبقى دخله اعلى، او في بعض الاحيان يبقى العكس وده مش عيب ان المرأة تبقى هي اللي دخلها اعلى، مفيش مشكلة، برضو ده ما بيديش حد فينا الحق في الصرف او الحق في القرارات، القرارات دايما مشتركة. يلا نمرة 3، انا بفكركم تاني اكتب رقم النقطة اللي انت خايف منها تبقى سبب مشاكل عشان تتناقشوا فيها بعد المحاضرة. رقم 3، طريقتنا في الصرف، انتوا عارفين ان دي كانت مشكلة عندي بيني وبين مراتي ولا زالت لغاية دلوقتي، في طريقتنا في المصاريف، احنا الاثنين متوسطين ولا بخلة ولا احنا مبذرين قوي، بس انا مستوى صرفي دايما اعلى منها، فده دايما عامل لنا كل قرار بنيجي ناخده ما هنعمل ده ولا مش هنعمل ده، فلازم بنتفق، بنحط الاولويات بتاعتنا، بنحتاج مناقشة مستمرة في الحكاية دي، بنحتاج قاعدة في اول الشهر عند كل قرار كبير لمصاريف كبيرة او لبند كبير بيحصل مثلا مرة في الحياة زي الاجهزة الكبيرة او هنشتري حاجة كبيرة او لازم نتناقش فيها، فده برضو ساعات بيعمل لنا مشاكل، اتناقشوا في ده مع بعض من دلوقتي، لان الاختلافات في الحتة دي ساعات ما بيبقاش ليها حل بعد الجواز، بالذات في النقطة بتاعت طريقتنا في الصرف، لو انت شايف ان شريك حياتك طريقة صرفه مش متناسبة معاك او هي مش متناسبة معاك في طريقة الاتفاق على نصرف ايه وما نصرفش ايه، ده هيبقى مسار خلاف شديد جدا، من فضلك اتناقشوا في ده مع بعض من دلوقتي وخليه مناقشة مهمة، اتمنى تكتبوا رقم 3 دي وتتناقشوا فيها بعد المحاضرة. رقم 4، لما يكون احنا الاتنين مسرفين وامكانياتنا ما تسمحش بالمصاريف دي، وعادة في بدأنا في ناس كتير بدأت تعتمد على فكرة الكريدت كارد وتبدأ تسحب منه او من الفيزا او وده بيخلي الدنيا معانا تتكعبل بعد الجواز، لانه خصوصا في السنين الاولى في الجواز عادة احنا بنبقى بنسدد الديون اللي علينا او بنسدد الفلوس اللي استلفناها من اهالينا علشان نكمل الشقة او المصاريف او فبيبقى الموضوع مش سهل، فنخلي بالنا من مستوى تطلعاتنا متناسب مع امكانياتنا ولا لا، كلنا عايزين نقضي شهر العسل في تايلاند وكلنا عايزين مش عارف نسكن فين ونوضب ازاي ونعمل الأوضة التالتة بتاعت الأطفال من دلوقتي عشان بعد كده مش هيبقى معانا، كلنا عايزين نعمل كل حاجة، لكن الطريقة اللطيفة ان احنا تبقى توقعاتنا وتطلعاتنا على قد الامكانيات بتاعتنا. رقم 5، الفوضى المالية، الفوضى دي يعني كل واحد بيعمل اللي هو عايزه ومش بيستشير التاني، مثلا في اتنين يبقوا زمايل في شغل واحد مع بعض فمرتبهم تقريبا قد بعض،
فيقولوا خلاص ما احنا مرتبنا قد بعض واحنا الاثنين بنحب بعض واحنا الاثنين نصرف مع بعض واللي بقى نشيله مع بعض. فيبداوا يبقى في ميزانيتين، فيبدا هو بيصرف هي بتصرف، فيبقى في تخبط. ساعات نجيب حاجات مشتركه، ساعات كل واحد يجيب اللي هو عايزه من غير ما يستاذن الثاني. ده بيؤدي بعد شويه لفقدان الثقه وسوء التواصل ويبدا المشاكل تبدا. رقم 6، لما يكون اوريدي بدا يبقى في تباعد ما بيننا احنا الاثنين بسبب ان كل واحد مستقل ماديا. يعني خلي بالكم الشكل الاساسي اللي الله كان خالق بيه الانسان هو ان الاثنين فعلا يبقوا واحد، الاثنين فعلا عايشين في بيت عيله مع بعض، وفي ما اقصد باسره واحده يعني، بيزرعوا مع بعض، هو بيعمل حاجه وهي بتعمل حاجه في البيت، وبالتالي احنا كل حاجه بيننا وبين بعض. ده الشكل الاساسي بتاع زمان. الشكل الجديد بتاع الثوره الصناعيه من اخر 100 سنه ده شكل دخيل على العالم. بمعنى زمان قبل الثورة الصناعية كان الشكل الوحيد للشغل ايه هو؟ الزراعة. كان يبقى فيه بعض التجار علشان ينقلوا السلع من مدينة لمدينة، لكن كان الشكل الاساسي للانسان طول الالافات السنين من ساعة بداية الخليقة هو الشكل الزراعي. وشكل الزراعي ده فيه الفلاح والفلاح مراته طول الوقت بيعملوا كل حاجة مع بعض. يعني هو بيروح الغيط، هي بتربي طيور في البيت، تروح معاه الغيط برضو عشان يأكلوا البهايم ويأكلوا الطيور. الحاجات اللي بياخدوها من الغيط بيحطوها بينشفوها عشان يلاقوا أكل في بقية المواسم. حياة مشتركة بكل شكل، فهما الاتنين معتمدين على بعض. الفلاح ما يقدرش يعيش بشكل فردي بدون مراته، والزوجة ما تقدرش برضو تفلح الأرض بدون زوج. ده كان شكل الله خلقه الاتنين قايمين على بعض. الشكل الجديد اللي انا بقوله ده حاجه فرع من الفروع كده اسمها الانثروبولوجيا، اللي هي علم النفس الاجتماعي، علم تطور المجتمعات. بيبين ان في اخر 100 سنه بعد الثوره الصناعيه لما بقى الراجل يشتغل، وبدا في ال 50 سنه الاخيره المراه كمان تنزل وتشتغل. فاذا انا بجيب دخل وانت بتجيب دخل، فاحنا ما بقيناش محتاجين لبعض. فعند اول مشكله تحصل انا مش محتاجك في حاجه، انا بصرف زيك في البيت، انا ممكن اعيش على فكره من غيرك. انتوا واخدين بالكم؟ وهو كمان ممكن يقول لها كده انت مش قادره تصرفي على العيال، خلاص مع نفسك بقى انا سايب لكم البيت. وده بيشجع الازواج ان هم يستسهلوا فكره الانفصال. فاحنا محتاجين في رقم 6 دي ننتبه ان احد الاسباب الكبيره ان كل شخص بيشعر انه قادر على الاستقلاليه الماليه، لكن طول ما احنا كل فلوسنا مع بعض، كل دنيتنا مع بعض، كل حياتنا مشتركه، احنا في بيننا حاجات كتير قوي مشتركه. اشهر كلمه ما بين الزوج والزوجه لما يجوا يفكروا في الانفصال، احنا في بيننا عيال، لازم نفكر مليون مره قبل ما ايه ندمر مستقبله. طب لما يكون في بيننا عيال وفي بيننا شقه باسمنا احنا الاثنين، وفي بيننا حساب مشترك، وفي بيننا حاجات كتيره قوي كلها باسمنا احنا الاثنين وكلها بشكل مشترك ما بيننا احنا الاثنين، ايه الغباء اللي احنا بنفكر فيه ده؟ لا، احنا مع بعض نشوف نرتب حياتنا ازاي. دي نقطه مهمه خالص. رقم 7، دي نقطة متقدمة شوية، بعد سنين كتير هيبدأ يبقى فيه الأبناء، وده غالبا احنا كنا بنعمله مع أهالينا بقى. لما يكون في استقلالية مالية بين الأب والأم وإحنا صغيرين كنا نعمل إيه؟ نروح للي إحنا عايزين، عارفين إنه هيوافق على الحتة دي عشان يدينا فلوس. يعني ماما مش عايزة تجيب لي عجلة، لكن بابا بشوفه كده بيبص على العجل ساعات، فأنا هروح أطلب من مين؟ من بابا. لو في بقى استقلاليه ماليه، هما الاثنين متجوزين لكن مش عايشين مع بعض، مش بيتفقوا مع بعض في كل حاجه، فانا عارف ان بابا ناوي يجيب لي عجل، هروح اتمحلس على بابا واخد منه العجل. وفي نفس الوقت ماما كانت موافقه ان انا اسافر مع اصحابي مش عارف فين، لكن بابا كان قلقان عليا، فهروح اخد فلوس السفريه من مين؟ من ماما. هنبدا الاولاد هيبداوا يستغلوا الوضع ازاي. خطوة رقم 8، دي بتبقى سبب كبير في المشاكل، لو الزوجة تعليمها سابقة الزوج في التعليم، واخدة درجة علمية أعلى، أو مرتبها أعلى، أو البوزيشن بتاعها في الشغل أعلى أو أهم، أو المركز الاجتماعي بتاعها أعلى، أو هي أشطر منه، ده بيخلي الزوج يبقى حاسس بصغر النفس منها، وبالتالي يبدأ ينائرها باستمرار في الحتة المالية، او يحاول يتحكم فيها من الحته الماليه على قد ما يقدر، او تبقى دايما الفلوس مسار مشاكل ما بينها ما بينهم هما الاثنين. اخر فكره هنقولها، انا عارف ان في البعض منكم بيكتب الارقام
اللي هو محتاج تتناقشوا فيها بعد المحاضرة. رقم 9، لما يكون في عطاء مادي من احد الاهالي وبيحاولوا يتدخلوا. الجزئية دي مشتركة مع فكرة المحاضرة بتاعت الحدود مع الحدود الصحية مع الاهل، ان ساعات الاهالي بيتدخلوا من خلال السلطة المالية. يعني مثلا احنا لسه متجوزين، بابا هو اللي صارف، فبابا عامل حسابه انه يبقى بيتحكم في شويه حاجات، بقى هو مش قاصد، مش مخطط لكده، بس هو بيدي لنفسه الحق في التدخل بناء على ان هو اللي ايه اللي مكلف. فنيجي مثلا واحنا مش عارف حصل ولاده، ف انت اخوات اختك الكبيره لما ولدت مش عارف ولدت في مستشفى كذا، فيجي بقى الاب ابو العريس او ابو الزوج يعني هو اللي هيدفع، لان الزوج لسه فلوسه مش مكفيه انه يدفع موضوع الولاده. فيبقى يقول لا احنا عائلتنا كلها ما بنولد بنولد معرفش فين. طب ما حبيبي هم هي ليها ارتياحاتها هي ومامتها واختها، ومعلش سيبهم هم ياخدوا القرار في الحته دي، وانت برضو قول رايك بس سيب لهم هم اللي ارتاح. لا ما احنا اللي هندفع، يبقى نعمل هنا، نيجي نعمل السبوع فين؟ هنعمله في المكان الفوق، وهكذا. يبداوا يتحكموا في القرارات، وده يمكن بيبان دلوقتي في مكان الخطوبه والحفله والفرح، هنعمل الفرح فين وبكام وهندعي مين ومش هندعي مين. الطرف اللي هو بيبقى دافع ومكلف هو اللي بيحاول يتحكم في القرارات في الحتة دي. نفس الكلام بعد الجواز، دي بتبقى نقطة من المشاكل اللي بتعمل مشاكل مالية كبيرة، لما يكون في حد من الاهالي بيساعد ويبدأ يفرض قراراته، فيبدأ هنا الزوجين بقى يختلفوا مع بعض. انا مثلا مش معايا فلوس، حماية هيساعدني او هيدفع لي حاجة او هيجامل بنته في حاجة، فابدا ابقى انا متفق انا وهي على مثلا هنروح نصيف في الحته الفلانيه، فهتقول لي برسوم لا بس احنا ما تيجي نروح المكان الفلاني. حبيبتي احنا ايه اللي غير اتفاقنا؟ ما احنا متفقين هنروح مثلا الغردقه، ايه اللي خلاها فجاه الساحل الشمالي؟ معلش اصل بابا عايز كده. اه هو عشان بابا بقى هو اللي عايزنا يبقى يتحكم في المكان، ونبدا نختلف مع بعض بسبب ان في حد من الاهالي هو اللي بيدفع. هنعرض التسع اسباب دول. يا ريت في سبب تاني ما كتبناهوش، في المقارنات اللي هو ممكن اكون بقارن نفسي بحد تاني. هنقولها في اخر المحاضره دي فعلا. نقطه مهمه خالص حته المقارنات. لو فينا حد بيقارن ما بين قابل تاني، يعني مثلا كم حد في الكنيسه هنا، كم حد من كنيسه الملاك، كم قابل من كنيسه الملاك، هايل جدا. فهتلاقي كلنا تقريبا دفعه واحده او دفعات ايه ملاك الظاهر كمان. اوكي ماشي، ملاك الظاهر او هنا هما الملاك عاد بيه. تمام. ايا كان يعني كل واحد ليهم اصحابكم في شلل، سواء شله الكنيسه، شله الكليه، شله العيله، الكابلز اللي في سننا في العيله. ساعات نفضل نقارن بقى، هنعمل الفرح فين؟ هنقضي الهانمون فين؟ هنعمل خطوبه فين؟ مش عارف الحفله هتتعمل فين؟ شقتنا هيبقى شكلها ايه؟ وهكذا. المقارنه هنا بتعمل مشاكل كبيره في الامور الماليه ما بيننا احنا الاثنين. اتمنى ان ناخد دقيقه دلوقتي، لو في سبب من الاسباب التسعه اللي احنا قلناهم، حضر ده عشان تتناقشوا فيه بكره او النهارده بعد المحاضره. احنا قربنا نخلص، بس هناخد كام نقطه جديده. ايه هي بقى الطريقه طيب اللي تضمن ان احنا ما يبقاش في مشاكل ما بيننا بعد الجواز في الامور الماليه؟ هما نقطتين اساسيين: واحد، الشفافية الكاملة. اتنين، قرارات مشتركة كاملة. بس نقطتين دول كفيلين ان هما ينجحوا ما بيننا باستمرار، وما يبقاش في ينجحوا ادارة المال يعني في الاسرة. الشفافية والقرارات المشتركة، بنقول كل حاجة لبعض، مفيش حد مخبي حاجة على التاني. والنقطة التانية، بنستشير بعض في كل حاجة وناخد موافقة بعض فيها. ماذا لو اختلفنا؟ يعني انا عايز اصرف في حاجة، مين عايز يصرف في حاجة وميري مش موافقة، ومين مصر وميري مصر، هنعمل ايه؟ هنوقف مش هناخد القرار. طب افرض في حد مصر ان هو ياخد القرار، هنعمل ايه؟ ببساطة خلاص هنسيبه ياخد القرار، والمرة اللي بعدها انا كمان هيجيلي في وقت ميري هتبقى هي اللي مصرة تصرف في حاجة ومينا مش موافق، هو هيتنزل لها في مرة وهي هتتنزل له ايه في مرة. ببساطة يعني اكن واحدة قصاد واحدة، بس مش بنعد طبعا لبعض، يبقى بس مجرد ان ايه في مبدأ الخضوع المتبادل او الشكل المشترك. ملحوظة مهمة، اتفاقنا حوالين موضوع الفلوس بيبين مستوى علاقتنا واصل لفين.
مستوى محبتنا لبعض واصل لفين. يعني فعلا في ناس في اتنين بيحبوا بعض قوي فهيبقى الاختلافات المالية بسيطة ما بينهم لو هم بدأوها صح، وفي اتنين ما فيش اساسا محبة كبيرة ما بينهم فخلاص هنبقى بنتلكك نتخانق على اي حاجة. والمحبة هنا قاعدة على كرسي في قعدتين كده مهمين قوي، ايه هما؟ اهم الثقة والاحترام. ده معنى المعنى العملي للحب، يعني عايز تقول بحب شريك حياتي جدا. طب ده ينكشف عمليا من النقطتين دول، يبقى بثق فيه جدا بحترمه جدا، مش بثق فيه وساعات بقى الامور الماليه تدخل بقى وتزود عدم الثقه لما يكون ما فيش شفافيه ما بين الاثنين فخلاص ثقتنا في بعض بتقل، او في حد فينا مستقل التاني، مستقل براي التاني ما بياخدش رايه وبالتالي منفرد بالقرارات، مش عشان هو بيحب الفلوس وعايز ياخد القرارات الماليه كلها، لا هو منفرد بالقرارات او هي منفرده بالقرارات لان حاسه ان هي اللي بتفهم وهو ما بيفهمش، او انا اللي بفهم وهي ما بتفهمش. وصلت؟ فهنا ثقتنا واحترامنا بيبين مدى مستوى المحبه ما بيننا، ومستوى المحبه هو مستوى شكل العلاقه بتاعتنا، ده بينعكس بشكل سهل جدا واضح جدا في تعاملاتنا في الامور الماليه. الجزء العملي في المحاضره بتاعتنا بتاعت المال دي عشان ناخد البريك هو ان احنا يبقى عندنا ميزانيه ماليه مشتركه زي ما حضراتكم قلتوا، زي ما بشوي قال لنا ان بنحط في سكيبه واحده، زي ما ميري قالت بنحط كل الدخل بتاعنا، انا باخد بقبض جنيه وانت بتقبضي نص جنيه، نحط الاثنين مع بعض يبقى الجنيه ونص دول بتوع مين؟ بتوع البيت، بتوعنا احنا الاثنين. ما بقاش بقى ايه انا مساهم بتلتين وانت مساهمة بتلت، لا بقت فلوسنا احنا الاثنين وبقينا احنا الاثنين بنصرف مع بعض فيها. ده الاتجاه والمبدأ الاساسي للفكرة، انه يبقى ايراداتنا كلها مع بعض، مصروفاتنا كلها مع بعض بدون تمييز. بقى مفيش حاجة بقى اسمها ايه شيل انت، يعني في بعض البيوت تقول كده زي السؤال اللي انا سألتكم، انا هشيل مصاريف البيت وانت خلي الفلوس بتاعتك مثلا ايه للمصيف وللولادة وللمدارس فيما بعد لما يبقى عندنا ولاد لا برضو ما فيش حاجة كده، احنا قسمنا الفلوس صح ولا غلط؟ ما اسمهاش كده، اسمها دي فلوسنا احنا الاثنين حطناهم على بعض، اتفقنا هنشيل منهم كذا للمصاريف الشهرية وهنشيل في ظرف بقى حاجة للمفاجآت، هنشيل هنحوش للمصيف اللي مش عارف ايه، كله بشكل مشترك كله بتاعنا احنا الاثنين بدون تمييز. يعني لو حد عايز ياخد افكار عمليه للحسابات بقى، انا عارف ان في رجاله بتعملها بسهوله، بس ببساطه احنا بنحدد كل احتياجاتنا ومصروفاتنا. ممكن على فكره تجربوا تعملوا ميزانيه مبدئيه لاول شهرين ثلاثه بعد الجواز، هنصرف ازاي، هيبقى الفلوس شكلها ايه. طبعا ما بتتظبطش قوي من اول الجواز لان ساعات اهالينا يبقوا حاطين لنا مثلا حاجات، بعض مالين لنا المطبخ مش عارف ايه، مش هتتظبط قوي في اول 3 شهور، لكن جربوا اعملوا ميزانيه وبعدين بنقيد مصاريفنا لمدة 3 شهور، نكتب احنا بنصرف في ايه فعليا، ما في بنود مش هتيجي على بالك دلوقتي، وبعدين بنقسمها على 3 بنوصل لمتوسط مصاريف الشهر الواحد بتبقى شكلها كام. بعد فترة من الجواز بنحط مصاريف الولادة، مصاريف المتابعة الدكتور اثناء الحمل، مصاريف المدارس، علينا اقساط بتاعت اجهزة، مصاريف الاجازة اللي هنصرفها في السفرية بتاعت الصيف، بنجمع الحاجات السنوية دي ونقسمها على 12، والنتيجة اللي تطلع دي بنضيفها المفروض على المصروف الشهر، لان برضو المصاريف السنوية اللي بتحصل مرة واحدة احنا ما بنبقاش عاملين حسابها. لكن اتنين الاسكية خصوصا طبعا لما يكون الدخل على القد، خصوصا فعلا زي ما انتوا قلتوا دلوقتي في ضغط اقتصادي رهيب بيخلينا مش الفلوس مش مكملة، فهنا يبقى لازم ندورها بشكل صحيح جدا جدا من البداية. وبعدين بنحصر الايرادات وطبعا زي ما قلنا بمنتهى الشفافية عشان يبقى فيه ثقة، وندبر الميزانية هنصرفها فين، ونشوف الإيرادات فعلا قد المصروفات ولا المصروفات أكتر ولا أقل. لو كانت مصاريفنا أعلى من الإيراد يبقى قدامنا خطوتين، نمرة واحد نركز في مصروفاتنا جدا عشان نقللها، أو نمرة اتنين نفكر نزود الدخل بتاعنا، خصوصا لو في طرف مثلا مش بيشتغل أو في حد عنده أفكار ما كانش بيعملها. في مشاكل بقى بتبقى المصاريف فعلا مش مكفية، يعني سوري الدخل مش مكفي. في كام فكرة كده في أسر جريئة، أنا شارككم ببعض الأفكار الحاجات دي، أنا في حاجات شخصيا عملتها أنا وصحابي وأنا ومراتي مع شلتي وقرايبنا، وفي أفكار حلوة. واحد، لا مجال للمقارنات زي ما مينا قال،
مش بنقارن نفسنا مع اسر تانية وجوازات تانية. احنا متعودين دايما نبص، بلاش نبص وكل واحد يعيش على قد. نمرة اتنين، بلاش نشتري حاجات بهدف المنظرة. يعني في حاجات كتيرة قوي ساعات بنجيبها لمجرد ان شكلي ما يبقاش اقل من فلان. حبيبي طب ما في اولويات تانية. لا اصل كل اصحابي في الشغل بقوا ماسكين مثلا عدة تليفون كذا، انا بقالي سنتين متأخر عنهم، كفاية كده بقى لازم ابيع العدة اللي معايا واجيب عدة تانية افضل. اهو ده قرار، ما طالما العدة بتاعتك شغالة مكفية الغرض اللي انت بتستخدمه من اجلها، بلاش نصرف بمجرد التباهي. رقم ثلاثة، في ناس فينا نصحة في الشراء، يعني تحب تشتري من الحاجات الجملة، تحب تستنى لما يبقى في عروض معينة وهكذا. رقم اربعة، حتى اللي معاه عربية ساعات المواصلات بتبقى ارخص وساعات العربية بتبقى ارخص. خلينا نستخدم الحاجات اللي فيها نوع من الادخار المستمر، خصوصا لما يبقى دخلنا على قدنا. يعني واقول لكم نصيحة، بعد الجواز انا شخصيا واحد بعد مثلا معدى 7-8 سنين من الجواز كده، وكنت بستخدم العربية كتير جدا جدا، بدأت اجباري اسيب العربية وامشي، لان اكتشفت ان انا ما بمشيش وده ضرني صحيا جدا جدا جدا. فبنحتاج نركب مواصلات ونحرك رجلينا ونتعامل بالحاجات البسيطة، منها نوفر ومنها هنوفر مصاريف دكتور بعد كده كمان. رقم خمسة، في حاجات كتيرة نقدر نختصرها، بدل ما نجيب منها حاجتين نجيب منها حاجة واحدة. رقم ستة، خلينا نقلل التكاوي كتير والمطاعم الغالية، ونبقى دايما بنصرف الفلوس في محلها. رقم سبعة، نتفق مع اصحابنا، نتفق مع جيراننا، نتفق مع العيلة ان المجاملات نهديها حبتين تلاتة. هدي المجاملات باتفاق جماعي. انا عملت كده مع اصحابي، انا كنت اول واحد اتجوزت في شلتي، اتجوزت صغير 23 سنه، كنت اول واحد في الشله بتاعتي كلها. فاتفقت معاهم، هم عرفت ان هم بيتفقوا مع بعض هنجيب هديه ايه، البرسوم ومش عارف ايه وبتاع ايه وانا اساسا كان طالع عيني، انا مش عارف اكمل فلوس المصاريف وبابا مساعدني بس انا مكمل حيران. فروحت انا قعدت معاهم قلت لهم بقول لكم ايه، تعالوا نتفق اتفاق رجاله كده مع بعض. قالوا ايه، انا عرفت ان انتوا بتفكروا تجيبوا هديه وحد منكم تبعتوا فلان سألني ايه اللي ناقص في الشقة عشان نجيبه. فكرتكم حلوة وعملية ولطيفة، بس انا مش عايز نحط اللود على نفسنا في الاتجاه ده، من فضلكم تعالوا وهاتوا انتوا جايين تورتاية ولا شوكولاتاية ناكلها مع بعض في القعدة لما تجولي، عشان حتى انا مش هيبقى عندي امكانيات ان انا اجيب لكم حاجة يوم ما تيجوا تباركولي في البيت. خلونا نساعد بعض، خلونا نتصرف بشكل عملي. الفكرة دي فرقت معانا جدا جدا جدا، لان انا واحد من الناس بعد كده لما كل اصحابي كانوا بيتجوزوا كانت انا مراتي بتولد، كنت انا عندي فلوس بحضرها للمدارس، كان انا مش عارف ايه، معيش فلوس ارد حاجة هم كانوا عملوها لي. فاهمين قصدي؟ فالاتفاق ده عملي قوي، اعملوه مع اصحابكم، انشروه، اتفقوا فيه مع العيلة، وقفوا المجاملات او اعملوها بشكل رمزي قوي، لان هي بتبقى بعد كده حاجة ثقيلة، وممكن تلاقي نفسك مش قادر تحضر واحد فرح واحد صاحبك بسبب ان عليك مجامله تردها له وانت ما معكش. اتفضل. ممكن الموضوع يبقى تجاه العيله، ان انا مطالب ان انا اجامل حد في العيله عندي، لان هو بيقدر بيني فانا مش قادر اتكلم مع حد في العيله مثلا بالنسبه لاهل بابا وماما. انا عملتها في عيلتي وبقول اهي ومتسجله، عملتها في عيلتي. بابا وماما هم اللي كانوا بيردوا مجاملات عليهم، انا خلعت من قصه المجاملات دي خالص. ما هم بيجاملوك انت عشان بابا وماما غالبا كانوا جاملوهم، فاهم؟ انا وقفت خط المجاملات ده. بتكلم بجد. ايه؟ مش حكاية مش عايزين حاجة، لا، في ناس بتعملها بطريقة فيها نوع من رفض المحبة، لكن لا، انا بود الكل وبقدم للكل بس بدون المجاملات الكبيرة المكلفة دي. في عائلات بيبقوا حاطين على نفسهم لود، يعني اللي هو مش عارف لازم يبقى ظرف فيه مش عارف كام، مش عارف حاجة تتجاب بالشيء الفلاني، وبعدين في الاخر بتقلب نكد، ده بيقارن بده وده جاب لي وده ما جابليش، طب ده مخلف اربعة وده مخلف اتنين، فده يدفع اربع مرات وده يدفع مرتين بس. ما برضو حاجة ما فيهاش عدل وفيها لود، وانت بتدخل، خلينا نوقف السلسال ده، نقدم محبة حقيقية بدون التزامات فيها مجاملات، ومجرد اقتراح يعني انا شخصيا عملته. لو حصل ممكن استفيد؟ ما براحتك بقى. من الحاجات اللطيفة ان احنا نقول لولادنا بعد كده ونعرفهم الامكانيات بتاعتنا
الحقيقية. خلي بالكم من لو في حد أسرة قررت تزود دخلها هنشتغل أكتر دون الإخلال بتوازن الوقت بتاع الأسرة، بنقعد مع بعض يبقى في وضوح في الأولويات لحياتنا. حافظوا دايما على وقتكم انتوا الخاص مع بعض، حتى لو في ضغط مالي مش مهم نجيب فلوس كتير، مش مهم الفلوس تبقى مكفية كل حاجة في الدنيا، لكن علاقتنا مع بعض أغلى وأهم. فلوس مهما عملت بتفضل يعني في كيرف معين كده، لما ربنا بيحب يبارك ويفتحها تلاقيه فتحها في وقت من الأوقات بدون ما انت تعمل مجهود. في وقت من الأوقات انت عمال بتنحت في الصخر، وهو ربنا شايف ان من الحكمة ان دخلك يبقى في الوقت ده بالشكل ده، مش هتتنطط وهتلاقي نفسك مش عارف تعمل اكتر منه. فخلينا نرضى باللي بيجي ونبقى شطار في الاتفاق على الصرف، ونقضي اوقات مع بعض واوقات مع اولادنا، ده بيبقى اهم من حاجات كتير. اتفضل، في سؤال؟ هو طبعا انا ممكن مثلا اي شاب لسه بيبدا حياته او هيتجوز او بيحضر للجواز، فممكن الاهل مثلا اهل البنت يحسوا مثلا ان الدخل قليل او مش هيقدروا ان هم يعيشوا مثلا، فيكونوا متخوفين. تمام. طبعا الشخص نفسه اللي هو انا هو طبعا نفسي اعيش مراتي اكيد كلنا بيبقى نفسنا كده، ده حقيقي. مثلا الظروف مش سامحه حاليا، مش مكفياني ان انا اقدر في مستوى دخل كويس. فاهم. بنعمل اللي علينا فيه. انتوا سمعتوا سؤاله؟ سؤاله حلو قوي. بيقول لو انا مثلا اهل خطيبتي الانين ان انا الدخل بتاعي ما يكفيش، وفعلا ممكن يكون الدخل بتاعي في الوقت الحالي يعني على الحركرك او يفتح البيت بصعوبة او بالعافية، فهم دايما قلقانين من الحتة دي وعايزين يطمنوا، وانا برضو الحتة دي بتشكل لي ضغط وضغط عليا باستمرار، وانا دي امكانياتي اعمل انا اعمل ايه في ده. طبعا الاهل بيبقوا معذورين، لان كل اهل بيبقوا عايزين يطمنوا على بنتهم ان اللي هياخدها هيقدر يعيشها في المستوى اللي كانت عايشة فيه. هايل جدا، دي حاجة نعذر الاهالي فيها. بس احنا بقى كرجالة نعمل احنا ايه في الموضوع ده؟ نمرة واحد، نبقى حقيقيين جدا، ما نحاولش نتجمل ولا نحاول نزوق الكلام او نوعد وعود احنا مش هنبقى قدها. لا، انا دخلي كذا، انا امكانياتي كذا، انا شايف ان انا بتطور في شغلي، السنة اللي فاتت كنت بقبض كذا، من 3 سنين كنت بقبض كذا، فمتأكد ان ربنا هيبارك في الوقت الجاي ممكن هيزيد، بس انا ما اقدرش اوعد بحاجة مش في ايدي. فنمرة واحد، ببقى حقيقي في اللي عندي، شفاف برضو من دلوقتي مع خطيبتي ومع اهلها، بقول الامكانيات الحقيقية اللي عندي بمنتهى الوضوح، مش بخبي حاجة فيها. نمرة اتنين، يعني يهمني في النقطة دي شريكة حياتي نفسها بقى هي متقبلة الموضوع ده لغاية فين. هم ممكن يكونوا مقلقين بس مش موقفين الموضوع، الموضوع ماشي. هنا لازم هي اللي تبقى عندها استعداد، احنا في اول سنين هنتعب مع بعض، في اول سنين مش هيبقى المستوى اللي انت كنت عايشة فيه لازم هينزل حبة، فهنستنى على بعض، هنصبر على بعض. هل انت موافقة على ده؟ هل انت عندك استعداد تاخدي الاتجاه ده معايا؟ لان بعد الجواز لو انت لمحتي باي شكل من الاشكال ان الامكانيات قليله، ده هيجرحني جدا. خلي بالكم الرجل دايما باحث عن القيمه، في اي حته تلعب في فكره احساسه بالقيمه واحساسه بالنجاح وانه قادر يصرف او مش قادر او دخله عالي او قليل، دي بتجرح جدا جدا جدا. فهنا انت محتاج تتاكد من شريكه حياتك اذا كانت النقطه دي قبلها بالكامل ولا لا. هنختم بثلاث حاجات سريعه. واحد، في مبدأ البركة، ده مبدأ مسيحي بقى موجود عندنا، بركة رب هي تغني ولا يزيد معها ايه؟ تعب. لسه كنا بنقول في بداية المناقشة، في ناس بتقبض 1000 جنيه وعايشة بيها وبتفيض، وفي ناس بتقبض 5000 جنيه ومش عارفة تكفيها ومش عارفة توجد فائض وبيتخانقوا مع بعض. فالقناعة هنا باللي بيجي والرضا وعدم التذمر، ده من اهم الحاجات. اهو القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم، دي جملة مهمة لازم نحطها نطبعها ونحطها في البيت عشان نوريها لبعض بعد الجواز. النقطة التانية، فاضل لي حاجتين في دقيقتين. النقطة التانية، في عندكم في الورق اللي خدتوه الورق العملي في تصور للميزانية، لقوا جدول رقم 1 الميزانية السنوية للإيراد، يعني بيجي لنا كام فلوس سنوية، فيها بنود محطوطة وفي بنود تانية فاضل ممكن تملاها. والجدول رقم 2 هو الإيراد الشهري، أنا إيرادي كام، هي إيرادها كام، بحيث إن احنا بنحصر مع بعض إيراد الشهري شكله كام. لما تقلب الصفحة تلاقي في جدول رقم 3، ده برضو المصاريف اللي بتتعمل مرة في السنة، ده لو انتوا عايزين تعملوا تصور
لتخطيط الميزانيه لاداره البيت. فبتحط المصاريف السنويه وتطلع منها برقم، لما تقسمه على 12 يطلع منها رقم، تضيفه على جدول رقم 4 اللي هو المصاريف الشهريه النهائيه بتاعه البيت. التخطيط للميزانيه بيخليك تعرف انت الفلوس بتروح فين، فعلا الفلوس جاي عارفه طريقها قبل ما تتصرف. بس هتيجي دايما في اخر الشهر تلاقي نفسك كان في بنود مهمه جدا جدا وانت صرفت في حاجات ما كانش ليها لازمه. فالتخطيط وان انتوا ترسموا الجداول دي مع بعض وتملوها، وفي جدول رقم 5 بقى تلاقوا التصفيه بتاعه الميزانيه بتاعه الايرادات والمصروفات يبقى فيها ايه. في سؤال ده رقم 3 بقى وهناخد البريك. سؤال هقوله لكم اتناقشوا فيه اثناء البريك وانتوا بتتناقشوا مع بعض، وهنرجع نجاوبه بعد البريك، خلاص خاص بالفلوس يعني. هل يصح ان احنا في بداية الجواز كل واحد فينا يعمل توكيل عام شامل للتاني؟ هنا بقى هندخل مش في ادارة المال بس، ده ادارة المال والاملاك. وهصعب عليكم السؤال اكتر، ماذا لو واحد فينا وارث من اهله مثلا حاجات، فحتة انه يعمل توكيل عام شامل للتاني ده مش بس بقت الميزانية الجديدة مشتركة، ده انا كده بشركه معايا في كل اللي انا طالع بيه من بيت اهلي او طالع بيه من بيت اهلها. هل القرار ده صحيح ولا لا؟ نناقشه فيه اثناء البريك ونرجع اخد منكم اراء، مين موافق مين معترض، موافق ليه معترض ليه، بعد البريك نتناقش فيه مع بعض.